استاذه ام محمد من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. ازيك حضرتك؟ فضل ونعم الحمد لله. على كلامك الجميل ده والله. الله يرضى عنكم. طيب انا عندي سؤال بس في حاله زوجيه برضه. اتفضلي. جوزي يتعرف على ناس علموه شرب برضه الشيشه والسجاير، وطبعا ما كانش بيشرب الحاجات دي خالص. الشيشه والسجاير بدون مخدرات ولا مع المخدرات؟ ما اعرفش هما بقى بيحطوا له ايه. هو لما بيجي من عندهم بيشرب الحاجات دي بحس ان هو في حاجه بيحطها له، بس هو مش مصدقني. وطبعا اتجوز بنتهم وخلف منها وهو مبسوط قوي بالعيشه ديت، وعيشته معانا بقت صفر يعني. طبعا عيشته معانا بقت وحشه قوي. فطبعا الناس دولت علموه شرب دخان وهو اصلا صدره تعب، فانا منعته عن الحاجه ديت. ضربني وشتمني وقال لي مالكش فيه. طب انت دي لو بتحبك هتمنعك عن الشيء ده؟ الدخان ده اساسا مضر للصحه. طيب فوصلت المشاكل بيني وبينه لدرجه الانفصال. انفصال يعني طلقك؟ اه. فانا مش عارفه، هي كل ما تيجي ست الطلاق انا ارجع في كلامي وهو يسكت، بس فكره الطلاق موجوده. فانا مش عارفه اصمم على الطلاق. يعني طلقك بقسيمه ولا قال لك انت طالق ولا عمل ايه؟ لا لا لا، هو ما اتكلمش. احنا بس بنجيب سيره الطلاق، لكن هو ما بيرميش يمين. لا يعني هو بيقول لك لو كلمتي في موضوع الشرب تاني هطلقك. كل واحد يروح لحاله. طيب انت عايزاني اكلمه بقى؟ لا انا عايز اعرف يعني، انا اريح دماغي وكل واحد يروح لحاله. انا ما خلفتش منه، هي اللي خلفت منه، بس انا اعرفه قبل. هي اللي خلفت منه يعني؟ ها. هو الزوجه الثانيه. اه خلفت منه. هو اتجوز الزوجه الثانيه؟ اه لا، هي دي الثالثه تقريبا، عشان في واحده قبلينا وبس ديت عايشه في حاله مريضه يعني. فطبعا انا مش عارفه استمر معاه واحاول امنعه عن الناس ديت، لان هم اذوني واذوه هو كمان فعلا. اكلم حضرتك اقول لك تعملي ايه؟ طبعا الكلام بقى في مسائل تتعلق بنصيحه وارشاد الناس اللي مع الناس اللي بيتعاطوا المخدرات بتبقى مساله دقيقه قوي. ليه؟ وخاصه انا بكلمكم، وانا بكلمكم على هوا، لان انا لو جيت قلت لها، وانا هقول لها دلوقتي، استمري في مطالبته بان هو يتوقف عن شرب المخدرات، خليكي ضميره الصاحي، حاولي بقدر الامكان ان انت تساعديه بس برفق وبجمال. هو ده التوازن بقى. اوعي تسكتي على، اوعي تولسي على انه بيشرب مخدرات. لانه على فكره سواء انت سكتي عن شرب المخدرات او ما انت ما سكتيش عن شرب المخدرات، هو رسم لك صوره. فانت لازم تعملي ايه؟ تستمري. قولي له كده، انا معاك لغايه ما تبطل شرب المخدرات دي، انا معاك لغايه ما تبطل اللي انت بتتضرر منه ده. انا مش هسيبك لان انا بحبك. أنا مش هسيبك لأن أنا حريصة عليك. أنا مش قصدي أنكد عليك. مين قال إن دي سعادة؟ مين قال إن لو واحد بيشرب سم هيرتاح ويبقى كده هو ساعتها راجل في غاية السعادة وفي غاية، لا 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 لا. فاستمري في اللي أنت بتعمليه ده، ولكن بلطف، بكلام حسن، وحسسيه دايماً إن أنت جنبه، إن أنت مش هتسيبيه. لو عملت كده هيكون الأمر أحسن وأفضل، و دايما ان شاء الله يذكر لك ده لما يفوق من اللي هو فيه ده. نعم.